السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد وفيديو جديد. وصفتنا لليوم ان شاء الله عتكون عباره على كيكه بالشوكولات، يعني كيكه شوكولاته رائعه جدا سهله وفي نفس الوقت كتجي هشيشه. انتم كتشوفوا القوام ما شاء الله عليها وكتوجدنا بسرعه، فلما لا في هاد الاواخر العشر الاخيره نوجدوا شي كيكه لوليداتنا. فدائما بدينا بالوصفات الرمضانيه المعروفه، فقلت اليوم ان شاء الله عندي اقتراح نعمل واحد الكيكه هكذا بعد الفطور مع كويس اتاي ولا القهوه كتجي روعه. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه للمقادير كما كتلاحظوا غنحتاج هنايا 4 الحبات من البيض، ضروري يكونوا بدرجه حراره الغرفه يعني ما يكونوش باردين. غنحتاج 2 كؤوس عنبه من السكر سنيده، كاس د العنبه من الزيت النباتيه ما يكونش عامر يعني بزاف، كاس من الماء ساخن جدا يعني الماء مغلي، كاس ياغورت طبيعي او لا اذا كانت عندكم الكريمه الحامضه ما كانتش عملوا ياغورت طبيعي، يعني كاس منه ما يعادل 125 غرام، 3 معالق كبارين من الكاكاو بودره المر يكون نوعيه جيده كيكون بدون سكر، كاكاو مر 3 معالق كبارين. عندي هنا معلقه صغيره من قهوه سريعه الذوبان اي نسكافيه، وعندي هنا قبيصه من الملح ومعلقه صغيره من بيكربونات الصوديوم يعني معروف بكربونات الصوديوم كنستعملوا منه معلقه صغيره، واحد الساشي د فاني والخميره الحلويات من فئه 20 غرام ما يعادل تقريبا ملعقه كبيره ونصف. غنحتاج الكيسان د العنبه من الدقيق المنخول، نفس الكيسان اللي عبرت بهم الزيت والسكر والماء هما اللي عبرت بهم الدقيق او الطحين، من احسن غرب لواه باش كتجينا الكيكه ديالنا منفوشه وخاويه من داخل. نبداو على بركه الله. اول حاجه كما العاده غنعمل هنايا البيض. فمع هذا المنبر البنات كنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم الرائعه واللي كتخليو دائما، ودعيو معايا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي في هاد الاواخر العشر د رمضان وفي العيد القناه ديالي طلع شويه نوصل غير 100 ألف، بركه عليا. انا قنوعه كنتمنى من الله عز وجل نوصل 100 ألف اشتراك باذن الله، وهذا بفضل الله اولا وفضلكم نتوما ثانيا. كنتمنى تبارطاجيو القناه ديالي مع الاحباب والاصدقاء باش كتعم الفائده اولا، وفي نفس الوقت كنحصل على عدد من المشتركين. وشكرا على التعليقات الغزاله كما قلت لكم، وكنشكركم على التطبيقات لوصفاتي، وكنفرح بزاف ملي كتقولوا لي كينجحوا معكم الوصفات 100% وكيعجبكم، فهذا واحد الفضل من الله وفرحه كبيره بالنسبه لي. فمهم كما لاحظتوا عملت ديك 4 البيضات كنطربهم مزيان بالطرب الكهربائي، وضفت هنا 2 كيسان السكر كما لاحظتوا، كنحاول نطرب مزيان السكر مع البيض، عاد كنبقى نضيف المكونات اخرى تدريجيا. ضفت هنايا الزيت، ومن بعد عندي في مباشره الماء الساخن. البنات الماء ضروري يكون مغلي، ومن بعد عندي هنايا المكونات اخرى اللي قلت لكم قهوه سريعه الذوبان قبيصه من الملح ومعلقه من بيكربونات الصوديوم، ياغورت او زبد كريمه حامضه اذا كانت عندكم متوفره. نحاول دابا نوقف التطريب باش نهبط ديك الياغورت بالملعقه بهذه الطريقه هذه. فمؤخرا هذا الاسبوع كيجوني تعليقات باش نعمل لكم حلويات العيد، ان شاء الله الاسبوع القادم غنبداو فيها. فالصراحه باقي ما سخناش بالشهر الكريم، شهر الغفران، شهر المحبه، شهر الاخلاص، شهر تقربا الى الله، يعني باقي ما سخناش برمضان، ما بغيتش نجيبكم اجواء العيد بسرعه. قلت ان شاء الله الاسبوع اللي ما جاي نبدا معكم، كتكون باقا واحد 8 ايام اسبوع للعيد، ان شاء الله نحاول ما امكن ننزل لكم بحال دائما فيديو في النهار من الحلويات العيد. وان شاء الله انا غننزل لكم واحد الفيديو قصير في جميع عناوين الحلويات اللي سبق لي وعملتها السنه الماضيه، وننزل لكم الروابط تحت الفيديو باش اللي بغى مثلا يعمل ديك الحلويات اللي عملت السنه الماضيه يبدا بها على بين ما نعد ان شاء الله جديد هاد السنه هذه. فكما لاحظتوا ضفت هنايا كاكاو بودره الطحين او الدقيق وغنزيد عليه الخميره. فبالنسبة لعمل الكيكة عادية فحال أي كيكة كنعملوها، ولكن ملي كنضيفو الدقيق وبودرة الكاكاو كنزولو الطرب الكهربائي وكنبقاو غير هكدا بالطرب اليدوي، كنحاولو ما أمكن ندخلو ديك الدقيق في الخليط ديالنا بشوية بشوية باش كنحافظو على ديك الهواء ديالو وباش كتجينا الكيكة منفوشة ورطبة.
كنحاول مزيان باش ندخل دقيق في الخليط بهذه الطريقه هذه. انا حاولت ما نجريش الفيديو باش تشوفوا القوام ديالها كيف كيكون. انتما كتلاحظوا العجينه ما كتكونش قاصحه ولا خفيفه بزاف. فبقوا معايا لاخر الفيديو، كما قلت لكم غنزل لكم صور، يعني صور الحلويات اللي عملت السنه الماضيه، وغتجبروا الروابط ان شاء الله تحت الفيديو اللي بغى يعملوا ان شاء الله. وكان وعدكم الاسبوع اللي ما جاي باذن الله نعمل لكم بشويه بشويه حاجه بحاجه باذن الله تعالى. هنا المول اللي غنستعمل دائري، طبعا دهنته بشويه الزبده ورشيته بالدقيق. فدابا مباشره غنكون في خليط الكيك بهذا الشكل هذا. صدقوني هاد الكيكه البنات جات رائعه جدا، واللي عجبته حماق عليها، بالاخص بنتي عجبتها بزاف، لان طبعا العيال كيعجبهم الشوكولات وكتجي رائعه. فسبق لي عملت معكم بزاف الكيكات، القناه ديالي فيها كيكات متنوعه، يعني بالشوكولات بالتمر بالجزر، انواع الكيكات كثيره جدا. فمهم دابا ان شاء الله غندخل الفران على درجه الحراره 180. طبعا الفران كيكون عندنا مسخن من قبل، غنشعل في الاول غير من تحت تقريبا نصف ساعه، عاد كنشعل من فوق ومن تحت حتى كنشوفوها صافي تحمرات وما بقاتش خضراء. هانتوما كتشوفوا ما شاء الله طلعت. دابا خرجتها من الفران وهي باقا سخونه، غنقلبها في واحد الشبيكه باش كتبرد تماما. هانتوما كتشوفوا القوام ديالها، خليوها حتى كتبرد ونقوز باش نوجدوا معكم غاناش شوكولا اللي غنزوقوا من فوق. بالنسبه للغاناش عندي هنا 100 غرام من الشوكولات الاسود غيش، يعني الشوكولات مر ما كيكونش حلو. وعندي علبه قشده فئه 125 غرام. فحاله ما عندكمش هاد القشده هذه تقدروا تعملوا نصف كاس من كريمه الحلويات، يعني كريمه الخفق عملوا منها نصف كاس. ولا عندكم القشده الطريه ما شاء الله موجوده بزاف كتباع في المرجان، نهار اللي مشيت للمرجان جبرت تما، الثمن ديالها وقيله كتعمل شي 6 دراهم في هكذا في العلب قشده طريه. كنعملوا فوق البوطه في واحد الكاسرونه حتى كيذوبوا. هانتوما كتلاحظوا كتجينا الكناش كيجي ثقيل وكيجي معلك بهذا الشكل هذا، نتوما كتلاحظوا. دابا غنكبوا مباشره فوق الكيكه ديالي، فانا هنا ما بغيتش نعمل كناش خفيف باش تبقى نازله لي من الجوانب، يعني بغيت نعمل غير دهنه هكذا عشوائيه من فوق بهذا الشكل هذا. فكما قلت لكم البنات اللي ما عندوش هاد القشده يعمل 100 غرام د الشوكولات اسود اللي كيكون فيه نسبه الكاكاو عاليه تقريبا 70% مع نصف كاس من كريمه الخفق السائله، اي نوع عندكم هولالا ولا اي نوع عندكم. فالمهم كنحاول ندهن الكيكه بهذا الكرناج هذا الشوكولا اللي كيعطيها واحد المذاق رائع جدا، وغنخليها تبرد تماما ومن بعد نقوزو طريقه التقديم ونشوفو الشكل النهائي. فالمهم زدت عليها شويه شوكولات مجروش من فوق اللي سبق لي كنت وريته معكم المره الماضيه اللي كنت عملت في ديك الحاله كيتشرى جاهز. وانا نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا القوام ديالها كيفاش كتجي، واخا انها كيكه بسيطه ولكن في نفس الوقت كتجي رائعه ولذيذه بزاف، ما تشبعوش منها انا اكيده. جربوها على ضمانتي. هانتوما كتلاحظوا من الداخل كتجي شويه مفزقه ومعلكه، وها القوام ديالها النهائي، كيكه رائعه جدا وسهله. كنتمنى ان شاء الله اذا عجبكم فيديو اليوم ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء لكي تعم الفائده كما كنقول لكم. وشكرا على التعليقات ديالكم الرائعه والبناءه، واللي دائما كتعطيني طموح نعطي اكثر واكثر في مسيرتي المهنيه ولا الحلويات ولا الطبخ باذن الله. ابقوا معايا باش نعمل معكم دابا صور الحلويات العيد، وغنخلي لكم الروابط تحت كما وعدتكم. إلى اللقاء مع وصفات أخرى بإذن الله تعالى. مع السلامة.